دايما جارنا صحوا هلا ام محمود، اذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني، شبعت اكلت عن جمعة انا. صحوا هنا على قلبك يا هنا. خالصين استاذ؟ خالصين ايمو. اتركوا هذا صحن الفريكة، اتركوا. انا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكة، خاصة اذا كانت معمولة بلحمة موزة. تعال دق لي اياها هون، تعال ذوق تيك اواي. قوام ما بدي اسوقك، قوام ذوق. خبزات كمان؟ لا خبزات عيب سليم عيب. هدول مو إليك، هدول مني للقطاط. ايه هات اذا كان رفق قطاط. والمخللات؟ ايه هات مخلل، يبني بيقتلوا هذا القط اللي عندي شو بيحب المخلل. هات صحتين وهلا. يلا بابا الله يرضى عليكم، تفوتوا على اوضتكم تكتبوا وظايفكم، ما بتطلعوا ولا تخلصوا نهائيا، واذا احتجتوا لاي مساعده انا جاهز، رقبتي سداده ارجيله. يلا بابا يلا. دايما ابو طارق صحتين وهلا، ان شاء الله انبسطتي كثير. يعني ما في شيء زعجك هيك او هيك لا سمح الله؟ ابدا، ما في غير ام محمود زعجتني لما قعدت تلم الاكل البقيان عن الطاوله. لوك ما تذكرت نجاح منوب. ايه جميل، عندك موعد شي اليوم؟ بلشت تسألني عن مواعيدي. خير حبيبي الله يبسطك يا رب، في شي؟ لا بس بحب قلك انه انا حر، بقعد مع مين ما بدي، بتغدى مع مين ما بدي، وبتعشى مع مين ما بدي، ما بيصير تتدخلي فيي، انا حر، عيب. طبعا انت حر، وانا مأمنة عليك، وين ما بدك تروح روح. بعرف شو عندي بس يعني جميل، عم قول لحالي اذا ما عندك طلع اليوم بدنا نروح لعن مها. روحي انتي. انو مها هي اللي هيك ولا اللي هيك؟ اللي اجت زارتنا مع جوزها. ما هي بذاتها قال متخانقه هي وجوزها وطلبت مني نيجي نصالحهم. جميل الله يخليك، روح معي تعباني علي مها. ايه بروح ليش، ما حتى ما روح. السعي للصلحه عمل خير، وانا بموت بعمل الخير، خصوصي مع رفقاتك الحلوين اللي شعراتهم طوال واللي طلتهم غير طلة وهبتهم غير هبة. عم تحكي جد؟ أنا جد فيهم. إنك رح تروح معي؟ قال فكرت انزعجت لأني عم بتغزل برفيقتها. أنا ساعة من الروح؟ يعني على الساعة 9 منروح عبكير ومنرجع عبكير. إيه لا بس من هون للساعة 9 في وقت طويل، وبجوز تبطلي تروحي. يا وليش لبطل؟ يعني بجوز يجي حدا لعنا، بجوز نتخانق. أكيد رح نتخانق ويصيبنا مثلهم، صير بدنا مين يصالحنا. لا تطمن حبيبي، ما رح نتخانق أبداً، نحن مو مثلهم، أصلاً هن ما تخانقوا غير من صغر عقلة لمها. قال شو؟ غيراني عليه لأنه حكى بنت خالتها كلمتين حلوين، بشرفك مو مجنونة؟ عقله صغير. تسلمي لي أنت يا عقلة، يلي كلك عقل، يلي بتوزي عقل على نسوان البلد كله. لكن حبيبي لكان العقل فين للبني آدم؟ إيه ما بكون جميل الحمصي إذا ما طيرت لك عقلك. إذا بدك ياني روح ما بروح إلا بهذا القميص، بدك تغسليه وتكويه. ليش لأغسله؟ فوق إيه ما حلو يتوسخ حبيبي، مبارا غسلته ونظفته. بلا توسخ إيه ماشي الحال، فوت البيت قميص جديد وبكرة أكيد أكيد بغسلك يا. ما بروح إلا بهذا، وهذا بدك تغسليه هلا. يعني عيني مثل ما بدك، فوت اشلح وحطه جنب الغسالة لغير تيابي بغسلك. بدك تغسلي القبة معكية منيح الا ما تزبط هلا فركية للقبة ابدا. بيني هلا بدك تجربيها هلا. الأفكار
هنا الأمير صار على الغسالة. يلا لا خلص بغسل لك يا أنا بدي نام ساعتين، أعكل حدا يفيقني. ها جربنا للغيلة. هلا بس تصير عن جد رح يبزوا عيوني. اي جميلة مني أمر حبيبي. هنو الله يرضى عليكي بدي نام ساعتين ما حدا يزعجني. ها اي بتأمر أمر. هلا بخبر الأولاد ما حدا بيفتح تمو بكلمة. شو ما صار ما حدا يفيقني، بدي نام. اي بتأمر أمر، في شي تاني؟ ناهي ناهي، إذا بيصير زلزال، براكين، إذا بتطق مرارة حدا من الغيرة لا حدا يزعجني، بدي نام. حاضر. شو ما صار بدي نام. حاضر، في شي تاني؟ اغسلي لي القميص. حاضر. من القبة. حاضر. هلا رح تقوم القيامة وما تقعد. رح يتحرك الانهدام الأفريقي الآسيوي. إيه صار علي بقصة القميص تبعه؟ ماما ماما. نعم، شو بدك؟ ممكن تيجي تسمعي درس القميص؟ ماني فاضي، بدي احط أبوك بالغسالة، قصدي قميص أبوك. ماما؟ إيه. هلا بعدين بتغسلي القميص، تعي سمعي درس القميص، لأنه عندي دروس كثير، قراءة، قصة وتعبير. ماشي، يلا شرف قدامي. شو عم تساوي؟ مثل ما لك شايفة أفك اللعبة. ولا عم تفكها؟ بتعرف شلون مركبة؟ مشان إذا انتزعت أعرف صلحها. يعني هلا ما انتزعي؟ لا ما تزعي. شلون بدك تركبها لهي؟ الله لا يعطيك العافية على هالعملة، خربتها. لا خربتها ولا شلب، رجعها مثل ما كانت. رجعها لشو؟ هات أمي. ليكو خلصني أنت الثاني. الموطن الأصلي للشعب العربي، الموطن الأصلي للشعب العربي هو شبه الجزيرة العربية التي يحدها من الشمال. هلا وقت الدرس. يلا أحسن خليها تدرسون، لأنه إذا حبكت المقاتلة ما عاد يقدروا يدرسوا. برافو عليك حافظة، وأنت ما عم تعرف تركبها ما هيك؟ تيقتيني خليها، عم بعرف ركبها وعين الله علي. تعرف إذا ما رجعت اللعبة مثل ما كانت بحياتك ما عاد تشوف واحدة تانية، فهمت؟ ارجع. راحت تغسله. هلا بدها تغلي القميص، لك مو بس القميص كله بدها تغلي غلي. هلا شو ها؟ يعني لو ما بعرف شو عندي كنت قلت هي آثار حمرة شفايف. تقبر قلبي على الريحة. هذه خور فكاني مدينة السحر حيث طاف بها الجمال. طافة يعني دارة، أي حامة حولها، مو طافة مثل ما بتطوف بللية وبتنزل عندي تصيها منيح تعي. يقبر قلبي ابني محمود، هون شركته قال بيشتغل مدير إنتاج وهون ساكن. ليك الشقة شيته شفتيها؟ يقبر قلبي بيشتغل مدير إنتاج، قال ما بعرف. الله يخلي لك يا ما قلتي لي وين كنتي الظهر؟ دقيت عليك الباب ما لقيتك. رحت تغديت بالمطعم. تغديتي بالمطعم؟ ومع مين؟ مع مين يعني؟ مع جارتنا هنا وجوزة عزموني. تعرفيني أنا ما بحب أكل المطاعي، بس شو بدي ساوي؟ أجبروني، حلفوا علي ميت يمين وميت عظيم إني أنا روح معهم. ما رضيت، حاولت اعتذر وهيك ما قدرت، جروني جر من بيتي. قمت رحت. وشو أكلتي بالمطعم؟ ما دقت الأكل، قلت لك ما بحب أكل المطاعي. بعدين هن ما طلبوا شي بيتاكل وما كتير، يا دوب شبعوا الاولاد. يا لطيف شو بخلا، لك مالن قد الحمل، ليش لحتى يغصبوا الناس ويجرجروهم من بيتهم؟ اما صحيح انهم بخلا وما عندهم ذوق. يمينا من سيرتهم هلا، قلتي لي اجيتي لعندي، شو كان بدك مني؟ اجيت اعطيك ال 100 ليره، اجت الدرس الاول لسهام. هاتيها بسرعه لقوم حلقها من الدفتر. مش انت مسجلتيها؟ طبعا مشان ما انساها، بعدين بتروح علي. لك ما بتعرفي لك مطرمخ هالمثل شو بيقول. شو بيقول؟ كل سر اذا جاوز الاثنين شاعة، وكل امر ان لم يدون بالقرطاس والقلم ضاع. هاتي هاتي المية. تفضلي وقومي قوام شطفيها قبل ما تنسي وتسجيها علي مره ثانيه. معلوم. اظني اجت الرزق. دك بدك ما بدك قلبي وجه لعبه بيدك كان
على جوازي نواه دولين لي وتهورتك وتهور عندك وتهور عندك. نجيب هالمخلوقة شو صار فيها. ايوه الو بعد هم ما اغلظوا بعدين معهم هاد طولان. مرحبا مدام هنا. ولي سودا عم تتخانقي مع جوزي؟ يا سودا اذا بتتخانقي ما تضيضي يا سودا. بحكي معه على اللاسلكي بلكي ما بيلقط وبيطلع لي. الو ايوه تاكسي المحبه. تاكسي المحبه والغرام والعشق والهيام. مريم مدام ايه تضرب ما اغلظك. شايف لهلا ما صار شيء لايامي ما امي. معقولة تكون ما غسلته؟ ايه معقول. لا 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 طيب معقول تكون غسلته وما انتبهت؟ معقولة. لا طيب معقولة تكون غسلته وانتبهت وما ساوت شي ولي اذا هيك؟ لا معنا وقت من هون لساعة ينجلي الموقف. وقفتي دوري دوري بعت لك حمى دوري. الو الو اهلين هنا. طمنيني شو الاخبار معها؟ على حطت ايدك. طيب بسيطه ان شاء الله على خير. ما بدك تنفذي اللي اتفقنا عليه؟ ايه ايه طمني حكيت لجميل ووافق يجي معي. بس لا تتاخروا من شان الله رح حابس حالي بقوت النوم. لا ما رح نتاخر جميل هلا نايم اول ما يفيق بنيجي لعندك. ما بدي وصيكي بدي القصه تفرط اليوم. قولي ان شاء الله رح اعمل كل جهدي. هنا مشان اذا نعيم ضايقك بشي كلمتين لا تزعلي وتتركينا وتروحوا. استحملي مشان خاطري. تكرم عينك رح اتحمله عقد ما بقدر مثل ما بتقول ام كلثوم انما للصبر حدود. عم انتظركم لا تتاخروا. هيك لكان يا مها يا بنت الدربكه ما خليتك ترقصي رقص ما خليتك تعرفي من هو نعيم الحلس. عم تستنجد برفيتا معلش تستنجد برفيتا مو مشكلة ابدا بس بعد زيارة رفيقتك مين بدها تستنجد؟ شو هالضحكة هي؟ سمعنا انا قبل مرة غليظة. خلصتي؟ انت قولي قلبي يعطيك العافية. طيب هي القميص انغسل وراح ينشر وما قامت الدنيا امتى بدها تقوم؟ بس ينكوي قلبي اللي راح ينكوي. تعي يا حلوه تعي. لا لا اعطيني بوسه. خود السودة إلك البيضة إلي. ما بحب البيضة مسلوقة. يا عمر قلبي عم يحلم. خليه يحلم مخطي لسه بكير خليه نايم لسه بكير. يا عمر قلبي عم يحلم خليه نايم. وبعدين مع القصة شو بدي ساوي ما عم تتلحلح معناتها ما في غير لا
أكيد هي إجت تسألني، بس لقيتني نايم وعم بحلم قامت أجلت السؤال. إيه شو عليه؟ إذا ما سألتني أنا بسألها. بعدين سليم شو صار معاه؟ ما عرفت ترجعهم محلهم مثل ما فكيتهم ولا عليه العوار؟ هاي لا تخيليني، هاي تشوفي بعينك. شو شايفة ما اشتغلت؟ ما بيصير، لازم تشتغل. أنا متأكد إني رجعت كل قطعة لمحلها. أخ منك أخ، كان ضروري تفكها قطعة قطعة مشان تعرف كيف مركبة. هاي انتزعت وما عرفت شلون مركبة. يبقى كحمة على هالنسوة، نسيت حط البطاريات. هي اشتغلت. ايه ماشي، هلا بتحطها فوق الخزانة واوعى تفكها مرة تانية، فهمت؟ حاجة. ايه ماما طارق، خلصت دروسك؟ ايه ماما خلصت. لكن ساعد لي اخوك بدروسه. إذا رضي. وليش ما يرضى؟ أوقات بيرضى درسه، أوقات بتنح، ما بيرضى درسه بالمرة. غصباً عنه بده يرضى، أنا مالي فاضي بديك يا قميص أبوك، سليم جيب دفاترك وكتبك وعود جيب أخوك مشان يدرسك، أوان؟ أنا كم مرة قلت لك لا تطلبي مني أكثر من طلب دفعة واحدة؟ ليش شو طلبت منك بعدي؟ ما قلت لي طب اللعبة حطها فوق الخزانة؟ حصل هالشي. وهلا عم تقولي جيب كتبك لعند أخوك لحتى يدرسك، هاي صاروا طلبين؟ ما فيني لبي طلبين دفعة واحدة، اعتمدي يا هاد يا هاد. بدك تلبي الاثنين، أول شي بتاخذ اللعبة بتحطها فوق الخزانة، ثاني شي بتاخذ كتبك بتقعد جنب أخوك مشان يدرسك. ثاني مرة بتنطريني لحتى لبي الطلب الأول، بعدين بتطلبي مني لبي الطلب الثاني. حاجتك فلسفي وعمل مثل ما عم قلها. يا ريت أبوك مثلك تقبر قلبي. بلحي صالحان. غسلي لي القميص. غسلته وكويته وجايبت لك اياه مشان تلبسه. مو نطفان. شلون مو نطفان؟ لكان وسخ، اصلا من اول نظيف. ارجيني لشو؟ تفضل. لا لساته وسخ. شو وسخ؟ ايه مثل الفله. شو على كيفك؟ لساته وسخ، شو فيه منيح؟ ما في شيء، نظيف وعين الله عليه. لك ارجيني. ليكو كله وسخ، خيم سكي، شو في القبه؟ شبه القبة؟ قبة قبة هون شو فيها؟ نظيفة. لا مو نظيفة، مالك شايفة؟ ها في آثار بقعة هون مسكي. هلا ما في شي، كان في آثار حمراء قبل. شفتيها؟ طبعا شفتها، كانت واضحة مثل عين الشمس. خلصني جميل. معليش أنا، اوعك يروح فكرك لبعيدة، اوعك تفكري إنه هي روج أو حمراء أو شغلة إلها علاقة بالنسوان لا سمح الله. أنا يعني لا حبيبي لا تكمل، لا تكمل، مين اتهمك أصلا؟ أنا بعرف شو عندي تقبر قلبي. يا جميل شو صار لك حبيبي جميل؟ هلا كان بحقنه شبه؟ مين إجا لعنا؟ ومثقفة وبتحبي شغلك كثير. شو بيقول كمان؟ وإذا بدي أقول لك حلوة كمان بكون عم بكذب عليكي. ومريحتي كثير بالشغل. أنا كثير بيسعدني أسمع من حضرتك هذا الحكي، لأنه الأستاذ جميل ما بيقول لي، يعني أنا كنت فكرته مو مبسوط مني. عفوا مدام، أنا قلت شي بضحك؟ أنا آسفة أمل، أنا بس تذكرت شغلة. على كل هي عرفتي رأي مديرك فيكي، هذا الشي لازم يزيدك نشاط واهتمام بشغلك أكثر. واوعى تفكري انه جميل رح يمدحك او يدللك. جميل ما بيحب يدلل حدا، هذا طبعه، حتى انا ما بيدللني. الحقيقه انا جاي بدك تقابلي جميل، ما هيك؟ اذا ما عندك مانع. وليش ليكون عندي مانع؟ جميل المدير وانت السكرتيره، وبعدين شايفتك حامله اضباره، معناتها بدك اياه لشي ضروري. صح، حضرتك ذكيه جدا،
الاستاذ جميل طلع بكير وبعد ما راح رح نادي لك لجميل وانت بتشرحي له ماشي عن اذنك. إيه مدام اريد منك شغله بس خجلانه. لا تخجلي تفضلي. حمرتك باهته ام فقعه؟ وانت شو شايفه؟ باهته. ايه خلاص رح نادي لك لجميل. هلا فهمت، هي بتحب الباهت وهو بحب الفائع، عم جيب لها الفائع مش عم تحط منه. شو جاب هاي هلا؟ شو بدها ببيتي؟ شو وطي صوتك. طب شو جابها على بيتي؟ شو بدها؟ شو بعرفني؟ هي اجت لتشرح لي، قلت لها ما بتحكي شي ليجي الاستاذ جميل وبتشرحي له بعدين، لو ما بدها ياك لشي ضروري ما اجيت روح. يعني مو همك، اجت والله جابها. ها؟ يعني تذكرت. تذكرت انا قايل لها انه تمر لعندي على البيت في شغل ضروري. نشيطه السكرتيره، نشيطه ولقطه ومتفانيه بعملها، هبتها غير هبه. قوم لكن اعطيها تعليماتك، عيب المخلوقه قاعده لحالها. بعرف انه المفروض اعطيها التعليمات بالمديريه، بس انا اليوم ما فضيت حك راسي، كله مراجعات اليوم، عندي مراجعه فايته مراجعه طالعه، فقلت لها تيجي لعندي على البيت. الله يعطيك العافيه يا رب. يعني إذا أنت ضايقتي من جيتها بإمكانك تطلعي تقولي للأستاذ جميل مو فاضي، روحي على بيتك هو بكرة بيعطيك التعليمات بالمديرية. لا حبيبي ليش لا تضايق، هذا شغلك وأنت أدرى فيه. صح بس يعني شو يعني؟ لا يعني ولا معني، المخلوقة قاعدة لحالة ما حلو. جميل اطلع. ما بخبي عنك أنا ترددت قبل ما قلها تجي على البيت، بتعرفي مشاعر الزوجة لما بيكون زوجها مدير وسكرتيرته الحلوة بتجي لعنده على البيت، بجوز تتضايق أو تغار هيك شوي. هلا هي حلوة، هاي مسروعة، بعدين حبيبي أنا بعرف شو عندي. بتعرفي يعني مو همك ما؟ لا مو قصة مو هاممني، بس قلت لك بعرف شو عندي. طيب. طالع لعنده. هيك بدك تروح؟ شلون بدي أروح لكان؟ ما بيصير، البس الطقم وبعدين طلع لعندها، اسمنا رايحين لعند مها. لا ماني طالع غير هيك، ونكايا فيكي. بعد هيك. أنت شو جابك؟ أهلين. أهلين أمولة. إيه أرسي أمان، هاي الأستاذ جميل، أنا بستأذن لشوفوا الأولاد، خذوا راحتكم. أنت شو جابك لهون؟ شو أستاذ، أنت بعد ما طلعت من المكتب إجت بعض القرارات المهمة، فقلت لحالي يعني تطلع عليها. هاتي لشوف هدول اللي إجوا. قلت لحالي ها؟ هي كلها ما فيها شيء، بتستنى لبكرة، امسكي. يلا بوشك على بيتكم وبكره حسابك بالمديريه، عينك هي المبينه لقلعها، فردي لي هالكباش يلا. وانا كمان فقلت لحالي ما في فايده مع هالمره. مين اجا جميل؟ ما حدا. وين سكرتيرتك؟ راحت. لوين راحت؟ خلصت شغلها وراحت. من غير ما تشرب قهوة؟ مو ضروري تشرب قهوة. لا تكون زعلتها جميل. شو قصدك؟ شو قصدي؟ يعني الواحد لما بده يحط سكرتيرة بحط سكرتيرة حلوة مشان إذا تصبح بوشها يعرف يشتغل. معك حق، لازم الواحد ينقي سكرتيرة حلوة. النشاط والتفاني بالعمل ما بيكفوا، لازم تكون حلوة مشان يعرف يتصبح بوشها، وإذا تصبح بوش حلو بيسلطن وبيعرف يشتغل. راح جيب سكرتيرة حلوة. إيها؟ من زمان حبيبي اسمع كلامي. يلا حبيب قلبي قوم البيت هلا ما منلحق. والله لا خليكي تركضي وراي وما تلحقي. ماما تعالوا لكم، انا رايحه انا وابوكم، لا بدي اياكم تتخانقوا ولا تفتحوا الباب لحدا ولا بتخربوا البيت. اذا حدا اتصل بالتليفون اسالوا مين ولا تشعلوا السدرات، بنعرف الاسطوانه حافظينها. يلا هنا يلا حبيبتي، هلا بكون رفيقتك ما عم تستنانا، تاخرنا. عجيبه. شو العجيب؟ يعني لهفتك لتروح لعند رفيقتي. لا يروح فكرك لبعيد، انا رايح مشانك، اذا بدك ما بروح. ها لا تعال هون يكبر شانك ان شاء الله، بس يعني مبسوطه كثير انك عم تتغير. مثل ما وصيتكم ماما ماشي. طمني ماما، روحوا الله معكم. حبيبات قلبي خبيني الشوكولاته. ها تكرم عينك. Thank you.
شبك جميل؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لا في. عم قلك ما في شيء. ايه ما بدك لي انت احر، بس اذا طلعت بوشك بالمراية بتعرف انه معي حق اسألك. اي طلعت شبه الشيء طبيعي. لا واضح. لا تكون متضايق مشان الاطباره اللي جابت لك اياها السكرتيره. منيح اللي تذكرتي تساليني عن الاطباره وعن زياره السكرتيره. يو تقبرني، ما بتعرف انه انا ما بحب اتدخل بشغلك، فليش لاسالها؟ هنا لا بدك تحكيها. بعد هيك انت الثاني. طول بالك. ايه استاذ نعيم، انا رح ادخل بالموضوع مشان تكون القعده حلوه ورايقه. اساسا هي القعده حلوه بوجودكم، ما اخي جميل كله قاعد معنا. تسلم يا رب. بصراحه انا حكيت لي مها انه في خلاف بينك وبينها، وانا وجميل جايين نفض هذا الخلاف وناكل حلوان الصلحه، فشو رايك؟ بتأمري امر انت، بتأمري امر. اخي جميل بفصل وانا بلبس واللي بيشوره انا قبلان فيه. تسلم، الله يقدرنا على فضه للخلاف. الله يسلمك جميل. على راسي. اسمع اخي جميل. نعم. نحن من يومين اجت زارتنا بنت خالتها لمها من بانياس زياره يومين زمان. في شيء هالحكي؟ لا. طبعا انت بتعرف انه اكرام الضيف واجب، مزبوط؟ مزبوط. والمثل بيقول لا الي ولا بطعميني، صح؟ صح. اكيد اكيد. واساسا انت ما عندك غير الكلمه الحلوه تقولها بوش ضيفك. بتاكد على كلامي؟ باكد على كلامك، تفضل كلمه. نعم. اسمع القصه بقى. اول ما اجت بنت خالتها انا استقبلتها بوش حلو، ومو بس هيك حليت لساني مشانها، بجوز انا اكون زدت على لساني قطعه سكر، بس هذا الشيء غصب عني يا جماعه، لانه وشها حلو كثير، كلها حلوه كثير، بوصف لكم قدها. جسم مثل الخيزران ممشو، بتحطي الخاتم من فوق يا مدام بينزل لتحت، ما في شيء بيوقف بطريقه لا من قدام ولا من ورا، رقبه كريستال بلور، بتشوفي المي وهي نازله فيها، عيون سود هالقد قدن مثل كحل الليل، كبار وحلوين، احلى من عيون المها ولا حواجب، امضى من حد السيف، بيجرح وجرح اخي جميل، بيجرح وجرح ولا ام، صغير هالقد قدن، مو كبير هالقد قدن مثل البيت انجاني، بتحتار، بتحتار من نيل بتاخذ النفس هالمخلوقة، ولا تم، تم، تم يا لطيف، هالقد قدن، صغير، مثل الفستق. مثل الفستقة بس عاشوري مال حلا، بتقول معجون عجن بالسيليكون، بقى كيف بدك تشوف هالمنظر وتضلك ساكت خرسان؟ كيف انت بتقدر تسكت شي؟ انا لا، ربنا سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. يرحم جدك، يرحم ابوك، قل لهم هالحكي، قل لها هالحكي لمرتي، الا معها حق تزعل مني شي. شوف من جهه معها حق تزعل، معها حق ولازم تزعل. هلا انت معي ولا معه؟ لا انا مع الحق، انا مع الحق اخي نعيم. انه أنا برأيي إنه الست لازم تغار على زوجها، ما هيك؟ لأنه الغيرة على الزوج هي دليل المحبة، إذا بتحبه بتغار عليه، إذا ما بتحبه ما بتغار عليه، بعدين أنت المفروض تكون سعيد جدا بهالغيرة، لأنه هي دليل المحبة، مو تكون زعلان، مو هيك إنه ولا عم بيض أنا؟ أنت بتعرف رأيي جميل؟ معناتها عم بيض. مرحبا عمو. حبيب، حبيب. غريبة، ما في حدا؟ مو معقول، لازم يكونوا واصلين من أكثر من ساعة. افتح افتح لي شوي. جارنا الأستاذ جميل هنا، الله يعطيكم العافية، شو هلا جيتوا من الوظيفة؟ إيه والله مرق لعندي جميل وأخذني معه. دخيل عينه هالأستاذ جميل، ما في مثله، كله ذوق. شفتيه؟ هات هات عنك أستاذ مشان تعرف تفتحوا للباب. شو جايبين غداكم معكم؟ إيه والله عندي شغل ما بقدر أطبخ فجبناه معنا. الله يعطيكي العافية. الله يعافيك يا رب. أنا انفتح الباب. ماشي محمود، تفضلي تغدي معنا. ما بقدر، معزومة لعن جارتنا أم تحسين، اليوم عاونتها بلف اليبرق، حلفت علي 100 يمين و100 عظيم إني أتغدى عندها، ما حبيت أخجلها، ما هي كنا كسبناكي يعني. إيه لا تزعلي، توبريني لا تزعلي، بكرة من كل بد غداي عندكم. إيه أهلا وسهلا. إيه أستاذ جميل، لو تغلصت عليك يعني ممكن أطلبوا هالطلب منك؟ على هوا الطلب. سيهان بنت جارتنا ام تحسين بصف التاسع، عندها شهادة السنة، عقبال عند اولادكم. الله يسلمك، شبه ام محمود؟ ضعيفة شوي بالرياضيات، واهلها يا حرام حالتهم على قدها، ما معهم، ما معهم يحطوا لأساتذة. قمت انا من باب الموانة والمحبة، قلت لها ليش لحتى تحطي لأساتذة؟ خليها تجي لعند جارنا الطيب الأكابر الأستاذ جميل ليدرسها، هو مهندس وأكيد بيفهم بالهندسة، فشو قلت تقبرني؟
إلا خليها تجي بعد الظهر لعندك مشان تدرسها. لا لا تقولي لا، هو صحيح أنا مهندس بس نسيت منهاج الهندسي تبع الصف التاسع. اسمعوا على السمعة، نسيت شلون نسيت؟ لكن شلون حطوك مدير؟ تكون حطوك مدير بالواسطة. لا لا ما نسيت، تكرم عينك انت وجارتنا ام تحسين، قولي لها لسي عم تجي اليوم المساء. اي ساعة الا؟ امتى فاضي جميل؟ مالي فاضي، مالي فاضي. الا تجي اليوم الساعة 5، بيكون نام وفاق. الله يخلي لي اياكي ويوفقك ويعطيكي على هوانيتك يا كريمة يلي كلك ذوق. معلش ام محمود شغلة مو مستاهلة. جارنا كم درس رح تعطيها بالجمعة؟ مشان الا. انتو قرروا وانا بنفذ. حضرتك بالمونة والمحبة طلبتي هالطلب، وحضرتها كمان بالمونة والمحبة وافقت لك، ليش عم تسألوني؟ ما أنا أجر كرسي هون طرابيزة. ليش هيك عم تحكي جارنا؟ شو صار لك؟ لا تقوم ما بدك تساعدهم للجماعة، يعني إذا ما بدك ما في شي خصم. جارتنا قليلة لسيهام تيجي اليوم وهو بعدين بيقرر كم درس بيعطيها بالأسبوع. خليلي ياك يا حلو يا جميل. شفتي؟ أنا زوكم بيكونوا حطوا لليبرق حبه مع العصاعيس خاطركم. يبعت لحمة نسيتني الأولاد. جميل مالو الحس ومتصل بالمدرسة ليكون صاير له شيء. هلا لا تضوجي أنت الثانية، أكيد الأوتوكار معطل مثل العادة. ليكون أنا جميل. وين راحوا الأولاد؟ أكيد صاروا شيء. طاروا التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وين كنتم؟ كنا متخبيين مشان نقزكم. قطعتوا لي قلبي، فكرت صار معكم شيء. هي فكرة سليمة، ما فكرتي أنا ما عاد بدها. يا جدي لعب بعائلتين، شو بدها تكون يعني؟ بس بتكون معكم بيت؟ ليش البيت؟ شو بدنا نتغدى؟ فتحت البراد ما لقيت في شيء. إيه قوم، أبوك جاب لكم فراريج. فراريج؟ إيه فراريج فراريج، بدنا نتغدى فراريج، إيه؟ روح الله يرزقك يا أبي. لك اللي بيشوفك فرحان هيك بيقول أول مرة بحياتك بتاكل فراريج. لك لا فرحان ولا شيء، لأنه كنا ببيصنا بالفراريج. العفا ما أدخلها الأم تحسين، ما حطت باليبرق لا لية ولا شرحات. يا لطيف ما أقل ذوق. تصب لها صحن وتقلي خدي يا جارتنا تغدي بكرة. يا لطيف شو هالبخل هاد. يلا بكره معزومه عند هنا لبعد بكره فرج ورحمه.